اليوم سنكمل من حيث توقفنا بالفيديوهات السابقة، وعلينا فعليا أن نعرف شيء عن مثلا إذا ذهبنا لزيارة الموقع الذي نعمل عليه، ها هو مثلا، وذهبنا لصفحة مثلا مرحبا، قمنا بتعديلها، وهنا قمنا بإنشاء هذه الترويسة اثنين، وهنا بالترويسة اثنين لاحظوا أن كان من الكلاسز الموجودة بها has primary color، وعندما ذهبنا إلى هنا لنرى has primary color وجدنا هذه الخاصية. الآن دعوني أريكم إياها. هكذا وجدنا هذا الكلاس، طبعا هذا الكلاس الموجود هنا has primary color. هذا الكلاس أنا لم أكتبه بنفسي، فإذا مرة أخرى أنا لم أكتبه بنفسي، من أين جاء هذا الكلاس؟ علي أن أجيب بعد قليل. فإذا source of this class سأتحدث عنه بعد قليل، لكن كما تلاحظون أن هذا الكلاس بشكل أو بآخر موجود وفيه color، والcolor هو موجود على أساس ماذا؟ على أساس CSS variable. طبعا important لا مشكلة بهذه important، يمكن أن أحذفها الآن، لكن الفكرة أن لدينا CSS variable وهذا ال variable اسمه dash dash WordPress dash dash preset dash dash color dash dash primary. فإذا كأن يوجد صيغة لهذا ال variable. فإذا فالفكرة الثانية يجب أن نقوم ب explain the variable structure أو name structure structure كتبتها صحيح structure name. فهذه النقطة سأتحدث عنها اليوم، الأولى والثانية. فإذا الآن بداية للنقطة الأولى، من أين جاء هذا للكلاس الذي اسمه has primary color؟ فنحن فعليا تم تثبيت على الموقع، ذهبنا إلى القوالب لنرى ما هو القالب المثبت، نجد أن هذا هو القالب المثبت اسمه 2023. وإذا ذهبنا إلى ووردبريس، نحن نعرف في ووردبريس مكان وجود القوالب بجذر موقع ووردبريس، ها هو بووردبريس كونتنت موجود مجلد اسمه themes، وبداخل الثيم يوجد القوالب. وإذا ذهبت إلى قالب 2023 ها هو، إذن هذه هي ملفاته. فبقوالب المكونات نحن استعرضنا هذه، تقريبا هذه هي الملفات. بداية أؤكد أن في كل قالب إن كان مكونات أو كلاسيكي يوجد لدينا ملف اسمه style.css، لكن إذا ذهبنا إلى هذا الملف style.css لنرى ما الشيء الموجود فيه، سنجد فيه ترويسة القالب وهي رئيسية وهي التي تعرف أن هذا قالب، ولا يوجد classes هنا، فإذا فقط هذا. إذا من أين جاءت classes فعليا؟ من أين جاء primary color؟ من أين جاء؟ فعليا هو جاء من ملف جديد تم تعريفه بوردبريس الذي هو theme.json. فإذا ذهبنا إلى هذا الملف مجددا سنجد أن هذا الملف شكله شكل، طبعا هو اسمه theme.json وبالتالي يأخذ structure الجيسون. طبعا بكل بساطة بشكل سريع جدا، بشكل سريع جدا ماذا يعني جيسون أو ما هي جيسون؟ فإذا هي صيغة من الملفات يتم فيها عرض المعلومات بطريقة جدا بسيطة. الطريقة القاعدية لكتابة جيسون بكل بساطة أن أفتح curly brackets بهذا الشكل، وأن يكون لدي هنا المعلومات التي أريد تمريرها من خلال جيسون يجب أن تكون بصيغة key و value. ماذا يعني؟ يعني مثلا أريد تمرير معلومة أن اسمي نورس، أريد تمريرها من النظام الذي أعمل عليه الآن لنظام مثلا آخر، فأريد تمرير هذه المعلومة من خلال ملف جيسون. فبكل بساطة أكتب هنا أريد تمرير name واسمي بهذا الشكل، لكن جيسون لها قاعدة أن يجب أن كل شيء يحاط بدبل كوتيشن مارك، كل شيء يجب أن يحاط بدبل إشارتي اقتباس مزدوجة، السنجل يعني الأحادية خطأ، لا يجب أن تكون مزدوجة. فإذا عدنا إلى هذا لاحظوا فعليا ملف theme.json، لاحظوا هذا هو بدايته، هذه هي نهايته، جيد. وأيضا فيه key وvalue، ليست key وvalue واحدة، أكثر من key وvalue، فإذا هذه اسمها key وهذه اسمها value، هذه key وهذه اسمها value. طبعا إذا أردت مثلا لا أريد فقط تمرير مثلا لا أريد فقط تمرير اسمي مثلا للنظام الآخر، أريد تمرير معلومة أخرى، يمكن أن أكتب هنا معلومة أخرى، فإذا information مثلا
واحد واكتب هنا مثلا كيو كيو مثلا، انا اريد تمرير هذه المعلومه. فبين بين المعلومه الاولى والثانيه ماذا تقوم بفصل؟ بين كل كي وفاليو تصل بكوما. لكن بجيسون هنالك يعني معلومه قاعديه، هي ان قاعديه بخصوص جيسون ان العنصر الاخير لا يجب ان تنهيه بكوما، اذا انهيته بكوما سيعطيك خطا. فاذا هذه من قواعد كتابه جيسون. ف جيسون هنا هذا الشيء الموجود هنا، المعلومات ليس فقط يمكن أن تكون هي عبارة عن string أو مثلا QQ أو اسم أو كذا، يمكن أن تكون رقم مثلا 5، تريد تمرير معلومة 5 مثلا. هنا لاحظوا الفيرجن هنا 5. أيضا يمكنك تمرير بجيسون عبارة عن array يعني قائمة يعني list من العناصر. يمكنك أيضا أن تمرر بجيسون object أخرى، يعني هكذا أن تكتب هكذا وأن تكتب هكذا وتكتب مثلا معلومة أخرى أن name مثلا أو معلومة مثلا section 1 مثلا 1 وثم comma و section 2، طبعا كل شيء double quotation 2 أو 5 عدا الأرقام، يعني الأرقام يمكنك أن تكتبها كما هي لا داعي للدبل كوتيشن. لكن إذا كنت تعبر عن شيء يعني شيء كلمة جملة ثابتة يعني يجب string بمعنى سلسلة من الحروف والمحارف يجب أن تضعها ضمن دبل كوتيشن. فإذا هذا هو عبارة عن جيسون، فهذه مقدمة بسيطة. فإذا هذا الملف بصيغة جيسون يعتمد القواعد التي قلتها أخبرتكم عنها قبل قليل. و ملف هذا الملف كما قلت أن فائدة ملف جيسون هو تمرير معلومات، فهذا themed جيسون لابد أن يمرر معلومات، والمعلومات التي يريد أن يمررها هي معلومات الستايل بشكل عام. من ضمن معلومات الستايل هي الكالرز الألوان التي يؤمنها القارئ. فإذا لاحظوا هذا themed جيسون، طبعا هذا مجدد هذا ليس شرحا themed جيسون، لكن أنا أعطي المعلومات بشكل تدريجي. اليوم سنفتح فقط الملف ننظر لمعلومات بسيطة، وكل يوم سنبني ونضيف معلومات جديدة. فإذا هنا لاحظوا لدينا هذا عبارة عن key و value، key value key. ال value هنا هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قائمة array. ولاحظوا هنا لدينا أيضا key وال value هنا عبارة عن object. و ب theme جيسون فعليا يوجد كي وفاليو محددة، يعني كي محدد، يعني مثلا ب theme جيسون يجب أن تضيف settings ويجب أن تضيف أيضا styles. فإذا لنرى هذه settings تنتهي، هذه تنتهي هنا، أيضا تضيف styles بشكل بسيط جدا، تمرير بسيط جدا للمعلومة أن ما هي settings وما هي styles. settings هي ضبط الإعدادات للستايل العامة، أما الستايل فهو تطبيق الستايل المحدد وسنشرح عنه لاحقا. فإذا السيتنجز نقول ضبط الإعدادات للستايل العامة، ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا كان اللون الرئيسي بالموقع هو أحمر فأنا أريد وضعه بالسيتنجز، واضح جدا. فالآن لاحظوا لدينا هنا بالإعدادات للستايل العامة لدينا color، وهنا لدينا الباليت أو يعني ماذا يسمونها؟ يعني مجموعة الألوان الخاصة بالموقع. فلاحظوا الباليت هي عبارة عن array يعني قائمة من الألوان التي يتم استخدامها بين الموقع. هذه القائمة من الألوان تشمل ألوان أنت تضعها بنفسك. فإذا لاحظوا لدينا هنا اسم base، لدينا contrast ولدينا primary ولدينا secondary ولدينا هذا اللون كيف يلفظ؟ لا أعرف. فإذا المهم أن لدينا هذه الألوان، هذه الألوان التي أجدها بالسيتنجز الموجودة بثيم يفترض أن أراها أين؟ مثلا إذا ذهبت إلى هو المحرر والمحرر هنا، مثلا ذهبت إلى أي صفحة، مثلا هذا كان عبارة عن نمط، لا مشكلة لا يهمني، اختر أي شيء ومن هنا اختر التنسيقات التي هي عبارة عن مثل القمر أو شيء كهذا. فإذا هذه هي عبارة عن الستايلات. فإذا لاحظوا لدينا هنا الألوان واسمها طبق الألوان، ولاحظوا هنالك ألوان خاصة بالقالب وألوان افتراضية. هذه الألوان الافتراضية تضيفها ووردبريس بشكل افتراضي، يمكن أن نقوم بإلغاء تفعيلها بثيم.json لكن ليس موضوعنا. الموضوع هو أن لدينا هنا القالب، وبهذا القالب يوجد لدينا هذه الألوان التي تم تعريفها. فلدينا هنا لاحظوا لون البيس هنا
لون الكونتراست حتى إذا قمت بالنقر عليه. لاحظوا لا أعرف هنا، يعني لا يبدو المؤشر أكبر من الكلمة، لكن مكتوب تحت هذا اسمه، الاسم اللي موجود هنا ب theme.json نفسه. والفكرة هنا أن تعريف الألوان، ألوان القالب الخاصة بووردبريس، تعريف هذا الألوان يكون من بإضافة ثلاثة أمور. الأولى اسم اللون الذي تريد أن يظهر هنا، مثلا يمكن أن تسميه باسمك عادي جدا، لكن أكيد يفضل أن تكون الألوان مثلا معرفة باسم معروف، مثل primary اللون الرئيسي وsecondary اللون مثلا الفرعي. فيمكنك أن تسمي اللون ما تريد وتضعه هنا وتضيف له slug. السلاج هو الاسم الذي يميز هذا اللون، وطبعا قيمة اللون بالهكسا أو بدون هكسا، مثلا red, blue، قيمة اللون لا مشكلة. فالشيء الذي سيحدث هنا، مجرد أنك أنت بالقالب لديك هذا الطبق الألوان كما يسميه ووردبريس، لديك هذا الطبق الألوان الذي فيه عدة ألوان، وكل لون له slug معين، فبالتالي سيقوم ووردبريس بتوليد ستايلات خاصة بهذه الأسماء. فأعتقد لو ذهبنا إلى View Page Source هنا ونبحث عن Has Primary Color، لاحظوا سأنسخ هذا السطر هكذا، كوبي، غير مرتب فعليا هذا الشيء، لكن دعوني أجرب تجربة أخرى. سأقوم بنسخها هنا لنرى، ربما تترتب لدي هنا طويل جدا هذا السطر. طبعا ووردبريس لاحظوا قام بماذا؟ بتصغير له. نعم هكذا أفضل، هكذا أفضل الستايل. إذا هذا الستايل الذي الشيء الذي قمت به أنا أخذت هذا الستايل الموجود ب inline style global style inline css، أخذته هذا، نسخته ووضعته بالملف لدي هنا حتى نقرأه. فإذا لاحظوا ووردبريس ما الشيء الذي فعله هنا، أن لاحظوا مثلا اللون الدقيقة، مثلا قام بي لأن لدي هذه الألوان التي أنا عرفتها بالقالب التي هي هذا الكونتراست والبيس، هذه الألوان أين هي؟ عفوا هذه الألوان. فإذا لدي هذه الألوان التي عرفتها بالقالب، فووردبريس الشيء الذي سنرتب مرة أخرى، الشيء الذي قام به هو أن قام بإنتاج لي classes، هذه الclasses global يتم تطبيقها على كل القالب، وفيها has primary color جيد، والcolor الخاص بها هو هذا variable الذي هو موضوعنا اليوم. فإذا الآن هل أجبنا على السؤال الأول بموضوعنا؟ السؤال الأول الذي هو من أين جاء هذا الكلاس؟ فأعتقد أجبنا عن هذا السؤال، أن بكل بساطة أن مطور القالب قام بتعريف الألوان الرئيسية في القالب الخاص به، مجرد أن قام بتعريف هذه الألوان بtheme.json، الشيء الذي حصل أن ووردبريس قام بجنريت كلاسز معينة بهذه الألوان باسم has slug، يعني has slug كان السلاج هنا primary، لا هذا النيم، السلاج كان primary small letter، قام بإنشاء هنا class اسمه has dash السلاج primary secondary أي شيء dash color، وبالتالي هنا الخاصية بالنهاية هنا color، الخاصية كانت هنا color وانتهينا. لكن لم نجيب على السؤال رقم 2، وهو الستركشر تبع الخاص بهذا الاسم ما هو؟ يعني color، يعني var كذا، يعني نحن الآن هذا من أين جاء وكيف حدث وكيف تم إنشاؤه. فلاحظوا أن بالglobal style التي أنشأها ووردبريس بشكل أوتوماتيكي، طبعا هذا أنا لم أكتبه، هذا يعني مع ووردبريس افتراضا. فماذا فعل ووردبريس؟ لاحظوا بالbody tag، بداخل البودي تاغ قام بتعريف CSS variable. طبعا CSS variable يتم تعريفها بهذا الشكل، أنك تقوم مثلا بكتابة هنا داش داش ثم اسم variable، وثم تقوم هنا بوضع القيمة variable.
هذه CSS variable يمكنك يعني متغيرات CSS ابحث عنها، يمكن أن أو يمكن نحن أن نبحث عنها هنا مثلا، نكتب مثلا CSS variable، هذا شيء خاص بال CSS. فإذا فنلاحظ CSS variable كيف هي، أين هي، لم يعرفها بعد هنا. لاحظوا السينتاكس الخاص بها، يقول أنك تعرف النيم والفاليو، لكن كيف يتم نعم هنا لاحظوا كيف قام باستخدام CSS variable، يقوم بتحديد السيلكتر المكان الذي تريد أن تقوم بالتعريف به هذه الفاريبل، وتقول مثلا البلو هذا هو البلو، الوايت هذا هو الوايت، تبدأ بداش داش. لكن عندما تريد استخدام هذا الفاريبل، ما الشيء الذي تفعله، تكتب var وثم بين أقواس تكتب اسم هذا الفاريبل. فووردبريس قام بتعريف الفاريبل بداخل السيلكتر، أين هو، ها هو، وصيغة هذا كل الفاريبل لها نفس الصيغة بووردبريس، أنها تبدأ بداش داش طبعا وثم ووردبريس ثم داش داش، وانتبهوا تو داشز يعني ليست واحدة، اثنتين، وربما عندما تكتبون ستخطئون يعني تنسون تكتبون واحدة، لكن تذكروا هي اثنتين، دائما اثنتين. فإذا هنا داش داش وثم ووردبريس ثم داش داش بريسيت وثم داش داش اسم الخاصية، فهنا اسم الخاصية color جيد، والسلاج الخاص بها black. فإذا لاحظوا مثلا بالبرايمري قام بإنشاء هذا الفاريبل جيد الذي فيه ووردبريس بريسيت color، color اسم الخاصية وهي الكلر، داش داش primary السلاج الخاص الذي تم وضعه هنا، السلاج هذا هو، وقام بإنتاج القيمة، هذا وضعها أين؟ بالبادي تاج. فبحيث في أي مكان أنا أريد أن أستخدم primary color has primary color، لا أكتب هنا مثلا red، بل يتم استخدام ال CSS variable بنفس الطريقة التي شرحها هنا، أن تكتب var وثم بين أقواس كذا، نفس الفكرة هنا var بين أقواس واسم هذا اللون الذي عرفه WordPress بالبادي selector. فإذن هذه هي قصة ال WordPress variable، وأعتقد تكلمت كثيرا بهذا الخصوص، فربما سأنهي الآن. موضوع الفيديو كان فقط عن هذه الفكرة، عن ال CSS variable أو WordPress variable التي استخدمت CSS variable الآن، وكيف أصبحت الأمور بخصوص WordPress. لاحظوا يوجد لكل شيء، يوجد WordPress تنشئ له preset. طبعا هذه البريسيت أذكركم أن هي ليست موضوع أن كل الألوان بالعالم يتم إنشاء لها preset، هي فقط الألوان الافتراضية من WordPress زائد ألوان القالب التي يتم تعريفها بtheme.json.